ويا مساء الخير على جيش كوين فري. معانا النهارده موقع بيخليك تكسب كل يوم نص دولار وتسحب منه الحد الادنى للسحب بيكون 3 دولار. يعني محتاج كام يوم يا ابو الصحاب عشان تسحب من الموقع بشكل مجاني؟ الله ينور عليك، 6 ايام. المواقع اللي زي كده احنا عارفين ان هي مواقع استثماريه، ممكن تيجي لحد وقت السحب وتقول لحضرتك فعل باقه او افتح باقه عشان تسحب المبلغ اللي انت كسبته بشكل مجاني. وهنا بقى اشرح لك ازاي الموقع بيشتغل وايه هو الباقات. النهارده هندخل نسحب مبلغ، والمبلغ ده بنوزع منه طبعا 20 دولار على 4 اعضاء. اسامي الاعضاء اللي فازت معانا في الفيديو الاخير موجودون قدام حضرتك، لو اسمك موجود فيه ما تنساش تبعت وتستلم هديتك. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، وتعالى اشرح لك. هيفتح معاك ابو الصحاب موقع زي كده. عشان تسجل في الموقع طبعا احنا عارفين طريقه التسجيل، بتكون تكتب الجيميل وبتكتب الباسورد. الباسورد طبعا بتكتبه مرتين، وبالشكل ده بيكون عندك حساب في الموقع. انت بمجرد ما بتسجل في موقع تلقائيا بتلاقي حضرتك عندك تتر. التتر ده بيشرح لك، بيقول لك ازاي الحد الادنى للسحب من الموقع وهكذا. زي ما قلت لك الحد الادنى للسحب من الموقع بيكون 3 دولار ونص. عفوا انا نسيت قلت 3 دولار، يبقى 7 ايام يا ابو الصحاب. ليه بقى 3 دولار ونص؟ لان ده اول ربح باقه، اللي هي الباقات الاستثماريه بيكون 3 دولار ونص الربح بتاعها كل 24 ساعه، فده الحد الادنى للسحب. طيب الباقه المجانيه للناس اللي هتشتغل في المجاني، انت بمجرد ما بتسجل مباشره لكل الناس هتلاقيها موجوده عند حضرتك نص دولار، وبتاخد لحد 15 دولار. طبعا 15 دولار ده احسب لها ايام كتيره، المهم انك انت، عشان انا كنت كاتبها 6، هي 7 ايام مش 6 ايام. انت بس بمجرد ما بتخش على المهمه بتقول له استلم المهمه، بتكون نص دولار كل 24 ساعه بتنزل لك المهمه، وده شغل المواقع الاستثماريه. فانت لحد كده يا ابو الصحاب، لحد احنا بنشرح في المجاني، اي حاجه بتعملها بعد كده بتكون على مسؤوليتك الشخصيه، لان اللي بعد كده ممكن يغريك، ان الربح فيه 24 ساعه بيكون مغري، فلازم تبقى مستعد يا ابو الصحاب. اول باقه يعني هتشتري مثلا باقه في الموقع بيكون سعرها 12 دولار وبتكسب 150 دولار، ولكن كل يوم بتكسب 3 دولار ونص اللي هو ده بتسحبهم بعد. تشترك النهارده بتكسب النهارده عفوا. طيب تاني باقه ب 39 دولار بتكسب منها 390 دولار وكل يوم بتاخد منها 13 دولار اللي هو تشترك النهارده تاخد 13 النهارده وهكذا كل 24 ساعه. 93 تالت باقه بتكسب منها 930 وهكذا. دي اسعار الباقات، ودي طبعا الربح اليوم، وانا شرحت لك 3 باقات، شوف انت المناسبه لحضرتك ايه وتشتغل عليها. طيب عشان تفتح الباقه اللي هتشتغل عليها، بمجرد ما بتدوس عليها بالشكل كده بيحولك على مبلغ الايداع ومبلغ السحب. طبعا مبلغ الايداع ومبلغ السحب او عنوان الايداع والسحب لازم يوصل كامل في الموقع، وبتكون عمله الدولار على شبكه ترون اللي هي TRC20. انت بمجرد اصلا ما بتبعت المبلغ كامل على يعني مثلا هتشترك في باقه رقم 1 بعت السعر بتاعها 12 كامل على الموقع، تلقائي هتلاقي حضرتك الموقع فتح لك الباقه. يبقى اللي انت هتعمله ايه بقى؟ هتنزل حضرتك على الباقه، الكلام ده هتعمله من دلوقتي، يعني اشتركت النهارده بتعمل الكلام ده من دلوقتي وكل 24 ساعه. بنعمل ايه يا عم احمد؟ بنعمل لايك يا صاحبي اللي احنا لسه ناسينه دلوقتي، وبتخش على المهام موجوده عندك من الاسفل. بمجرد ما بتخش على المهام الموجوده عندك، المهام زي ما احنا قلنا بتكون سعر الربح اليومي، يعني على سبيل المثال انا بكسب في اليوم بتاعي 285 دولار، فالمهمه بتاعتي سعرها 285 دولار، هكسبها النهارده وبكره وهكذا. كل الباقات نفس السعر، عفوا كل الباقات نفس الطريقه مع اختلاف الاسعار. طيب عشان تسحب بتخش على السحب، بتكتب في اول خانه الرصيد اللي هتسحبه، وتاني خانه بتجيب عنوان السحب او المحفظه اللي هتسحب عليها، وطبعا تالت خانه بتكتب الباسورد اللي احنا عملناه واحنا بنعمل الحساب. ده الباسورد بتاع الموقع، وده طبعا 285. هنروح على باينانس او باينانسي زي ما انت في اي محفظه تسحب عليها عادي، مفيش اي مشكله. فبتاخد العنوان، تقدر تسحب على اي منصه او اي مكان يعجبك، وبتحط طبعا عنوان السحب من هنا. ومجرد طبعا ما بتحط عنوان السحب بتسحب يا ابو الصحاب، ومجرد ما بتسحب هقول لحضرتك السحب ده قلتها اكتر من مره. طبعا احنا بنسحب كل 24 ساعه، ولكن في اختلاف هنا بسيط جدا. لو سحبت على تورست والد في نفس الوقت هتسحب من الموقع هيوصلك على طول، ولكن لو سحبت على منصات او محافظ بياخد لها ما بين 3 دقائق لحد 7 دقائق. حبيت اقول لك النقطه دي عشان في ناس كتير جدا بتقول انت بتسحب في نفس الوقت بيوصل، لان انا طبعا بكون موقف لك الوقت، ولكن بياخد ما بين 3 دقائق لحد 7 دقائق. طيب بنستفاد ايه تاني يا عم احمد من الموقع؟ مثلا لو انت هتشتغل في الاحالات، ايه هي الاحالات دي يا عم احمد؟ لو انت بتعمل حسابات على نفس التليفون، بيتيح ليك الموقع لحد دلوقتي انك انت تعمل 3 فئات من الاحالات، يعني تقدر تعمل 3 مستويات من الاحالات تحتيك بنفس التليفون عادي، مفيش اي
مشكلة. ولكن طبعا عشان تكسب من كل حالة منهم، انت عارف عشان تكسب من كل ده لازم كل واحدة منهم تكون فتحت مستوى. يعني على سبيل المثال انت سجلت من حسابك الاساسي وفتحت 3 باقات، عشان تكسب من ال3 باقات لازم كل 3 باقات فيهم بتكسب تكون فتحت باقة بتاخد ربحها لوحدها، والربح ده بينزل كله على الحساب الاساسي. بس يا ابو الصحاب لحد كده شرحت لك كل حاجة، بس تعمل لايك ونشوفك في جديد على كوين فري.